بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم الشرك الأكبر شركي قد أربعة أنواع قوسا أفر فقيساك أبديجي شركين بك أفر تقدمتي تكفى شرك الدعوة لمفى شرك النية والإرادة والقصد قصدفاتي شرك الطاعة أفرفا ها شرك المحبة شركين قدونتون بك أفرتك قدمتي يجو النوع الأول قوستي خندرا تكفان شرك الدعوة شركي والربي قدي جرو يا مجود شرك الدعوة شركي والربي قدي جرو يا مجود والدليل قوله تعالى رقان تتربي التهيتي فإذا ركبوا في الفلك هقاني في أبة في الفلك دوني خيس هقاني في أبة المين ما قل بهرة دنبلي قد خيسة حقاني في دوني تنيابة دعه الله ربي ساني خدتني ربي تويوات مخلصين حالك الكل ليسو تهني له ربي في الدين عبادة حال ربي في الكل ليسو تهنيني ويواتني ربي خدتني فلما نجاهم حقم ربي إسان خانا نجيغو نجا ربي إلى البر كما درتي هغاني في إسان أجيب أفني إذا هم يشركون ندي إسانيتي خبرا يمتني نتك إنديسني إجا ربي سبحانه وتعالى خنافوغا ربي سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أبوهن قبرين جا ربي هي أمتين ولا تدعو هي أمتين من دون الله ربي قدت ما لا ينفعك يو يا أمتي قسم فيني ولا يضرك يوني فيلك افتيس قسم ميني هي أمتي فإن فعلت يوني في تليد هلكنا فإنك أتيدا من الظالمين أي من المشركين ورى مشرك الراتات هجي ربي خناف قيامة رب ما تكك أفجج خناف رسول الله عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا واتكلهر كان أبو جار رسول الله عليه الصلاة والسلام إسن اللي فيدون دندو إسن اللي ميدوهن دندو حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم خناف نمتق كله ياما مخاص أقاداس ولا شمسا ولا قمرا ولا نجوما ولا حجرا ولا شجرا ولا نبيا ولا وليا ولا ملكا أنت إساني تقل له يامة يجو الشرك الأكبر شركين قدو لا أربعة أنواع كسافر في قيساك عبديجي بكافر يتك قدمت شركين قدو النوع الأول نوع درا شرك الدعوة شركي يا ميناتي قيام متشوتي والربي قدي جرو يا متشوتي جي والدليل رقان قوله تعالى جتش ربي التهيتي فإذا ركبوه قاني في أبة المين ماخن في الفلك دوني خيسة تيقاني في أبة مركبة خيسة تيقاني في أبة دعوا الله ربي ساني خدتني مخلصين هلقوا الكل ليسوا تاني له ربي في الدين عبادة فلما نجاهم وقم إسان نجيه ونجا ربي إلى البر قرد الرت بحر الراء خرد الرت وقاني في إسان اتشب أفني نجي إسان قوني إذا هم وقم سن جاب الربي إذا هم وقم سن إسان يشركون عنت شريك قلني خمبرا يا أمتني يا ربي النوع الثاني نوع لما فا الشرك النية
شركي نياتي يا دوتي والإرادة أما اللي فدوتي شركي وانت كفدوتي والقصدي فدود أما اللي شوف تنفان واسقين يخيسا وبلو نمني توقع كانوا مدت دنيا بربادو قفاف دوني موقف يوخم بربادو تاتي دوني موقف شركي نياتي جامتي يجو دلقا أتي الدنيا رتي دليدهن تهو ربي سبحانه وتعالى زيرو سراباس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لكي فجعاتو سراقو ليجو والدليل قوله تعالى رقان كي نجج ربي ألتهيدي شركي نياتي في والإرادة فدي والقصدين فدو من كان نمنته يريد خمبرباد نمنته الحياة الدنيا جرو دنيا تنقف بربادا خنته وزينتها بريد من إسيت وجه بريد ما دنيا تنافي دنيا قف دنيا ما تنخيش تجرات شوداف زنا أركض شوداف بكموداف ارتي من إسافوك إجهرات شوف تجارمو نمني بربادي نوفي إليهم قوني إساف خاني نجاب الربي أعمالهم هجي إساني قونيتي إساني فخنينا فيها دنيا تنخيست وهم إسان فيها دنيا تنخيست لا يبخسون تقوتك لهم إر فماني إسان الرحيم إر تقوني خنينا في جاء ربي سبحان الملك الديان أولئك جرسون الذين إسانون ليس لهم جيقون لا إساني فنتاني في الآخرة كان درابو دا خيست إساني فنتاني قلتا سوابا سوابني ربي إساني فنتاني إلا النار إبت ملي وحبيت بدي ما صنعوا واني إسان دلقن فيها دنيا تنخيست وان إسان دلقن ترابدي وباطل عما اللي هنجري إراته ما كانوا يعملون واني إسان دلقن سن هنجري دراتاتي باطل إراتاتي والعياذ بالله من كان نمنته يريد خمبر باد الحياة الدنيا جرو دنيا تنقف نمني خمبر باد ته وزينتها بريدين يسيتي وجي نمني برباد خنته نوفني خنينا في قوني خنينا في إليهم قرئ إساني التجارب أعمالهم هجي إسانيتين هجي إسانيتين قوني إساني في خنينا فيها دنيا تنقيست وهم مسام فيها دنيا تنقيست لا يبخسون هن إر فمني قنيت خننا في أولئك جرس ليس لهم مسان فنتاني في الآخرة آخرة خيست قندر رابودا خيست إلا النار إبد ملي وحبيط بده ما صنعوا والنيسان دلقا فيها دنيا تنقيست والنيسان دلقا خير صدقاء فرتي خيري إسان جراك أن دنيا تنقيست درابد وباطل هنجري دراتاتي ما كانوا يعملوا والنيسان دلقن باطل الراتاتي إجا ربي والعياذ بالله النوع الثالث نوع سدف هذا شرك الطاعة شركي والربي مليجرو قالي إساني قلو قالي والربي قدي جرو قالي قلو كتابوتا دقا مخا شيخا في علمائي وان دير ربي خلف خيست يجو والدليل قوله تعالى رقان جلت ربي ألتهيتي اتخذوا نقلة أحبارهم شيكوتين إساني اتخذوا نقلة أحبارهم شيكوتين إساني من يهودا في نصاراهم نقلة ورهبانهم كيسوتي إساني نقلتني أربابا قبرما قلتني من دون الله ربي قدت اتخذوا نقلة أحبارهم أمني يهودا شيكوتي إساني تقلتني ورهبانهم أمني نصاراتي كيسوتي إساني قلتني أربابا قبرما قلتني من دون الله ربي قدت قبرما قلتني والمسيح أمني مسيح
ابن مريم عيسى ابن مريم اللي ربي قدتني ربي قدت وما أمروا واهن أججمني يهودا في نصاران واهن أججمني أججمني هو إلا ليعبدوا أكربي تكيشوم سنيف ملئ إلها قبرما واحدا تكيش أكا قبرنيف ملئ إسا واهن أججمني لا إله إلا هو حق أن قبرم ربي ملئهن جرو خنت ملئ إسا واهن أججمني سبحانه ربي قل قلاوي عما يشركون عما يصف المشركون وام مشركني ربي وصفا سنر ربي قل قلاوي المكابا جارتي كابا ربي ملائكان دبر ربي تورين جان سنر ربي قل قلاوي النوع الثالث نوع سدفة شرك الطاعة شركي قالي قلوتي والربي قدي قالي قلوتي وان شرعا قلف يجو رقان خيني قوله تعالى جتش ربي قلتيتي اتخذوني قلة أمان يهوداتي في نصارى أحبارهم شيكوتي ساني قلة أمان يهودا ورهبانهم كيسوتي ساني قلة أمان نصارى أربابا قبر ما قلتني من دون الله ربي قدت والمسيح مسيح اللي ابن مريم الم مريم عيسى اللي نقلة قبر ما قلتا وما أمروا يهودا في نصارى واهن أججمني إلا ليعبدوا أك ربي توكي تشوم سنيف ملي واهن أججمني إلها واحدا قبر ما توك أك توكي تشوم سنيف ملي واهن أججمني لا إله إلا هو حق أن قبر ما ربي مليهن جرو سبحانه ربي قل قلاوي عما يشركون وان إسان ربي وصفا سنر وان ربي تك إنديسا شريك قلنر ربي قل قلاوي وتفسيرها هي كان آية خنا الذي تفسير سنو لا إشكال فيه خقيسة شك هنجر طاعة العلماء كالي علماء قلوا لاجئ والعباد والرب قبروا قالي قلولا في المعصية وان شريعة خلفوا خيسة علمائي في والرب قبروا قالي إساني قلولا هي كان معنى قنا لا دعوهم إسان قدتشون هنجروا لا دعوهم قدتشون هنجروا إسان إياهم إسان قنا يامتشون هنجروا كما فسرها كما فسره هي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مرجم ربي لعدي بن حاتم عدي بن حاتم فكما فسره ارجم ربي لما سأله هو مقافة ارجم ربي صلى الله عليه وسلم فقال مع الجين عدي قن لسنا برنتي هنتاني نعبدهم خيسان قبر بر هنتاني نتي خيسان خنا قبر رواهنتاني فذكر دبني دبته له إساف يرغم ربي تفني دبته أن عبادتهم عبادان إساني يرغم ربي فذكر له إساف ني دبته نيميف جتشو أن عبادتهم عبادان إساني إسان قبرون برجين طاعتهم إسان قنا كالي إساني قلو داجين في المعصية وان دين قلف شرعا قلف خيستي قالي إساني قل أداجين عبادان إساني إساني يمتشون إسان قبرو جتشون قالي إساني قل أجتشو داجين معصيا خيستي جي رسول الله عليه الصلاة والسلام هيا شركين أفرفا شرك المحبة شركي جالتشوتي والربي قدي جالتشودا ومتى ربي تشريك قولوا خانا جالت شودا شركي جاللات جي والدليل رقان قوله تعالى جتش ربي التهيتي ومن الناس المن مرة نجرة من يتخذ نمقولة جرة أجي من دون الله ربي قدت نمقولة جرة أندادا شريكة خنقولة جرة ربي قدت قبرما خنقولة جرة لا يحبونهم خأكان قبرما إسانيس أكان جالة يدو جالة كحب الله أكمو من توني ربي إساني جالة نتي
deemanii sangaadhaas ni qalaniif, waayis fuudhanii ni hannaniif. Abadan yoo qubbii qabrii isaanii irraa xuyxe, hadraa isaanii irraa xuyxe sin dhiisan. Lubbuu baasaniif akka malee jaalatan. Taabota isaanii, qabrii isaanii bakka hadraa san yoo ni firraa xuyxe, meeluda isaanii yoo ni firraa xuyxe sin dhiisan. Yuhibbuunahum akkaan jaalatanii, ka hubbillaahi akka muumintoonni rabbii isaanii jaalatanitti. Ije rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Walladhiina aamanuu ammoo warra rabbitti amaneetu ashadda hubban lillaahi jeemi. Ashaddu hubban lillaahi, rabbii isaanii akkaan jaalata. هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.